ضمن خططها التطويرية الهادفة والمستمرة لتوفير أجواء من المتعة والفائدة وتحفيز الاتجاهات الشبابية الحديثة، أعلنت الهيئة العامة للشباب عبر حساباتها الإلكترونية عن تنظيمها 17 نشاطاً وبرنامجاً مخصصاً للشباب ضمن مشروعها ربيع 2018 للشباب من الجنسين من عمر 7 سنوات إلى 18 عاماً، تقام في 6 مراكز شبابية تابعة لها على أن تبدأ بالأمس وتستمر 3 أشهر. الحسابات الإلكترونية المختلفة تداولت عبر تويتر مقطعاً أطلقته هيئة الشباب يعرض من خلاله الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تتضمن عدة دورات تدريبية في فنون الرسم والتصوير الفوتوغرافي وتعليم السباحة والغوص والفنون القتالية والإسعافات الأولية والإنقاذ البحري وفنون الطبخ ودورة لكرة القدم، إلى جانب العديد من الأنشطة الاجتماعية والدينية والثقافية الأخرى، حرصا منها على تلبية متطلبات وتطلعات الشباب ما يسهم في تنميتهم فكريا وجسديا ونفسيا.